السلام عليكم. في هذا الفيديو بغيت نوريكم كيف تعرف الصلاحية تاع لي بلاك دو فران تبعك. وهي عملية سهلة ماشي حاجة واعرة. وهنا في القرعة تاع اللوكيد كيكونو لي بلاك دو فران موتة تهبط الزيت للمينيموم. كي تلقى الزيت في المينيموم لي مكانش عندك فويت تعرف بلي كيما نقولو لي بلاك دو فران تاعك راهم طايحين. بون هادي ألبرت فيوزات تاعها هادي تاع الموتور فيها هنا لابون تاع ليسونس فيها بزاف الضو تاع نصيحة الضو تاع الجريت وول ما تلعبوش معاه. هادي نصيحة أخوية باش نوريكم تاني. هادي زيت على لاسيستيك راسونت لي عاوز عليها الفوقانية. ها هي راسونت فوقانية هادي لانترماتور تاعها. نزيد نوريكم البات فيوزات الدخلانية. هادا ليكيلاتور تاع ديبريسيون تاع ليسونس كنت درت عليه فيديو داك النهار ماشي بالي في سكرا الليل. نزيد نوريكم البات فيوزات تاع الداخل. هذه هي الفيوزات هنا الدخلانية ما راهيش تبان بسكو الظلمة راهي شوية. هذه هي الفيوزات الدخلانية تجي هنا في هذا البلاصة الحيوق. ومن نزيد الضوء تاع الطابلو نقصو نجي تاع ليتروفيزور. أنا الكلاكسون لا تريس راه رايح تلاني دايرو هنا بسكو لا تريس غالية. وهذه هي. السلام عليكم ورحمة الله. هذه فلوري تاعي دائما ندير لكم عليها لي فيديو ان شاء الله. اللي حاب يشوف حاجة ولا يقول نو ماكاش مشكل نوروه حاجة اللي نعرفوها. السلام عليكم ورحمة الله.